بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي تكملة التطبيق الجزء الثاني، النموذج الثاني مع باشمهندسة. بعد إذنك باشمهندسة، ممكن تفتح الشير بعد إذنك. طيب دلوقتي ناقص نكمل الجزء الأخير اللي هنا، برضو نفس الحكاية. هنا هناخد بولي لاين وهنكمل، نبتدي من أول هنا، من أول المحارة لغاية المراية الداخل الخارجية. بعد كده أطلع 7 سنتي، بعد كده سمكت الجبسون بورد 2 سنتي وأنزل، بعدين أطلع لغاية السقف الخرسانة، سمكت في الجبسون بورد، بعدين أقل. طبعا في فرق بين هنا وهنا، علشان هنا في فاصل بين الجبسن بورد وبين الخشب، ده جزء الخشبي. طبعا هعمل له هاتش بلون مختلف، بيكون سقوطه 75 سنتي من السقف، انا حطيته بين الاثنين جبسن بورد. ممكن ناخد قطاع تاني، القطاع هنا حتى أذنكم، بس في حاجة أضيفها لحضراتكم بعد إذنك يا باشمهندسة. بالنسبة للقطاع الخشب، في طريقة إن أنا ممكن أركب القطاع الخشب بقطاعات أوميجا اللي هي خاصة بالسقف، أو بعمل على الفاتح خشب في السقف وبثبت الألواح الخشب بتاعة التجاريد الخشب اللي في السقف. تمام؟ ليها طريقتين في التركيب. طيب هاخد قطاع هنا، أول حاجة هعمل اكس لاين، بحاول أعرفه. بدأ أحدد خط القطع من المحارة للمحارة، طبعا هنا لغاية بيت الستارة، ده هخليه بلون أحمر. أعمل أوفست سقوط السقف 150 سنتي، ثابت زي ما هو 150. وبعد كده سمكت الجبسون بورد 20 سنتي، أعمل برضه إكس لاين أوفست 20 سنتي فوق. بس وبعد كده أبتدي أعمل القطاع بالبولي لاين هنا من عند بيت الستارة، دي المراية الخارجية، ارتفاع 7 سنتي دوت لغاية المحارة، لغاية السقف الخرسانة عفوا، أو هنا عفوا. معلش 7 سنتي، هنا ده الجزء بتاعتك الكتاب، هنا هاتش مختلف. هنا مش هاخدها ميرور، لانه هنا انا يعني ما عنديش الجزء بتاع بيت الستارة، فانا هرسمها تاني من عند المحارة، دي المراية الخارجية، اطلع 7 سنتي، سمك الجبسون بورد 2 سنتي، بعد كده اطلع لغاية سقف الخرسانة، وبعد كده اقفل عند المحارة. وعملها هاتش 5 خطوط، اللي عملي مش عايزة. تمام كده. في حاجة مش واضحة، مش مهندسين يعني فاهمين مني ولا لأ؟ بس معلشين، لو تمام اكتب رقم واحد بعدين. لو تمام لو تمام اكتب رقم واحد. لو في حاجة واقعة مع حضراتكم من أداء. طيب دلوقتي انا ممكن اعمل الهاتش للجزء قبل الهاتش خليني احط الاول المناديل. طبعا طبعا الجزء دوت انا عندي الارتفاع 3 متر، فده الجزء ده ما فيهوش جبسن بورد، ما فيهوش سقوط، فده هيكون المنسوب اللي هو 3 متر. طبعا احنا بنقيس دايما المنسوب من الشبر الارضيه، فدي هتكون 3 متر، ده سقوطها 150 سنتي، يعني ده هيكون 2.85، 15 سنتي عفوا، يعني ده هيكون 2.85.
الحكاية هنا ده هاخدها كوبي، هنا برضو 3 متر، وهنا 3 متر، وهنا برضو نفس الحكاية، 2.85 هو سقوط الجبسون بورد نفسه، وهنا 2.85 هو سقوط الجبسون بورد. ده الجهان معلش هيبقى 2 متر و98 عشان في 2 سم جبت بعد الخرسانه بتاعت الساعه. اللي هو تلاتة متر. 2 متر و98 عشان في 2 سم جبت طبق الجبس بيتحمل الخرسانه. زي ما حرك 5 جبت. 2 متر متر تمانية ومش 3 متر. 2 متر و98. مظبوط. بالنسبة للجزء الخشبي هو السقوط بتاعه 75 سنتي، فهيبقى ده الليفل بتاعه. سقوط 75 يعني هيكون كام؟ سبعين. وقفت معايا، مش عارفة، انا عايز اعرف الناس صاحيه ولا كله تمام، يعني الناس كله مش تمام كده عارفة. ولا أنا تمام؟ ما حاسة، مش عارفة إيه الأخبار يا باشمهندسين، طمنوني بس، شجعوني. طيب ماشي. طيب دلوقتي ممكن نعمل الهاتش دي آخر حاجة. هعمل الهاتش اللي هو ممكن أختار مثلا ده. هو اول حاجه طبعا لو اتمنيت لازم ترسمي البول لاين الاول. انا عارف ان انت بترسمي بسرعه، يعني بص اول حاجه لازم ترسمي البول لاين بتاعه الخدود لا بتاعه انا السقف عاملاه ده. يا باشا، اهو نعمل معمول الحد. يا باشا، طيب ماشي. عامله كامل. يعني هعمل جزء جزء لانه بيعلق معايا، خايفه يعلق معايا. طيب ماشي. ماشي. بيعلق معايا الهاتش يا باشمهندس، معلش. ما فيش مشكلة، هم فاهمين الخطوات بس عشان الوقت زي ما يعني أهم حاجة بس الخطوة بتاعة الهش دي خطوة مهمة جدا بعد ما تبقى. الاسكيل كبير شوية، يعني أنت ممكن تخلي سكيل الاسكيل كبير فهتصغره. ماشي حاضر. ليها يعني 20 20 تقريبا. مش بيعلق، مش مشكلة واضح. في الوقت الزوم مفيش معلش. مشكلة. طيب حابب بس يعني اللي عنده أي استفسار احنا بس هنفتح باب الأسئلة، أو قبل ما نفتح باب الأسئلة عايز أعرف بس الناس طبقت ولا لا، عشان لو طبقته يعني نكمل، يعني عايز أعرف الناس طبقت النموذج الأول ولا لا، عشان بس نبدأ نرد على الأسئلة كلها، وبعد كده باشمهندسة جيهان أنا وباشمهندسة جيهان هنرد على كل الأسئلة اللي حضراتكم. تمام. من اللي يطبق تطبيق النموذج الاول حتى لو 30% يكتب رقم 3 بعد الرقم. اللي عمل تطبيق النموذج الاول يكتب رقم 3. كده ما شاء الله يعني تمام. ما شاء الله الجروب كله طبق. طيب الحمد لله. طيب هنراجع مع بعض التطبيق ان شاء الله. هتكون حضراتكم بس هيبقى مطلوب من حضراتكم تعملوا ما فيش مشكله يا مهندسه. طيب مطلوب من حضراتكم ان بعد ما نخلص المحاضره النهارده هتطبقوا تطبيق النموذج الاول والثاني وهترفعوها على الصفحه الرئيسيه للاستاذه دوحه ابراهيم، هتبعت لكم اللينك هتحطوها في الكومنتات. كل الناس اللي هتعمل التطبيق النموذج الاول والثاني هنراجع مع حضراتكم ان شاء الله يوم الخميس، التسليم النهارده الاثنين، التسليم بكره الثلاث والاربع قبل الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، علشان نلحق نراجع على التطبيقات ونتابع مع حضراتكم ان شاء الله. تمام. الاستاذه دوحه ابراهيم هتبعتها لكم عن طريق الواتساب وهتبعتها لكم على الصفحه بتاعت الفيسبوك. دلوقتي هنبدأ نرد على الأسئلة لكل الناس اللي عندها استفسارات، يا ريت تكتبوا في الأسئلة على الشات الزوم مفيش مشكلة، أنا هعرض الشات نبدأ نرد على الأسئلة دي واحدة. اللي عنده استفسار يكتب زيرو الأول بعد إذنكم، اللي عنده استفسار يكتب زيرو. طيب المايك عندي مش عارف. طيب اوكي
باسمهندسة لا باسمهندسة ياسمين تعيد تعيد آه. باسمهندسة ياسمين تعيد باسمهندسة ياسمين تعيد ايوه يا باشمهندس. ممكن بس المايك تعالي المايك بس بعد إذنك عشان الصوت مش واضح بس حاضر. كنت عايزة أسأل حضرتك، هو الدوت بتاع المراية بتاعة الستارة بناخده لجوه ولا لبره؟ لا الدوت بيبقى لجوه لان انت بتعملي العمق ال 15 سم الفينش السطح وبعد كده بتاخدي قطعه السخانه اللي هي بتاعت الجبس من بعد 15 تمام ماشي. وبرضو بالنسبة للجزء الخشبي، احنا برضو هنعمل الجزء الخشب برضو يعني 2 سم لجوه برضو؟ تقصدي السخانه بتاعت لا الجزء اه الخشبي ما فيش شمس الجزء الخشبي بيتركب من الزاويه للزاويه على الصفحه الثانيه بس مديتها على الزوم انا صححتهم ثاني في المحاضره اللي جايه بص يا فندم كتبت قوس المرايه تحت الجبتن بورد اللي هي المرايه الاولانيه اللي هي الجزء ده وده المرايه الثانيه اللي هي الناحيه الثانيه اللي هي الجزء الثاني تمام احنا بنعمل ايه؟ في طريقتين لما بنعمل يا اما بنعمل زاويه زاويه اللي هي تحت الالومنيوم بتاعت الجبس وبنركب عليها اللوح الخشب اللي هي بعد عمق 5 سم الفرق ال 5 سم من المستوى بتاع ال 15 ودي سقوط على الارض تمام الطريقه الثانيه ان احنا بنعمل علفه علفه خشب لازم من السقف ونثبت عليها اللوح بتاعت الخشب تمام فانت كده كده هنا مش هتعملي سمك لان انت هتشوف السمك بس في القطاع الجانبي سمك الجبس لكن في البلان مش هنشوف السمك في البلان هيبان حرفيا بس لان مفيش مرايه جانبيه من الخشب لكن انت لو عندك في التصميم الجنب كده مثلا معمول من الخشب والمسطح خشب يبقى في البلان هيبان خطين نفس الفكره بتاعت الجبن بوك تمام طيب آخر سؤال معلش، بالنسبة للنموذج الأول منطقة التلفزيون، هو احنا هنعملها سمك 15 سم يعني هو ليها بالظبط زي بنعمل البروز بتاعت التجديده زي البروز بتاعت التجديده بتاعت الجزء بتاعت الصفر او الدايموند تمام بس مهندسة لا بس عشان الزوم فاضل دقيقة وهوصل فبس عشان الوقت الزوم بس مهندسة لا آخر سؤال فضلت مهندسة تمام نفس السؤال اوكي طيب طب يا باشمهندس هو الزوم بيت بس النور فاضل دقيقة يعني طيب اللي عنده بيت أسئلة معاكم دقيقة بس ماشي بيت ماشي بيت النور الخط بتاع الليد ده سمكه قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ وهل احنا بنحطه ولا لأ؟ لا هو السمك الليد بيبقى 2 سم كده كده هنعملها في المحاضره الثانيه اللي جايه احنا بس النهارده نقول بسم الله الرحمن الرحيم تمام كده نعرف ازاي نرسم تمام نتعلم نرسم صح وبعد كده بقى ايه نخش بقى في الليفل الاحلى بقى شويه كل محاضره تمام هنبقى خلاص نعلم فواحده واحده كده علشان ايه نطلع باستفاده كويسه ما يبقاش عندنا اخطاء تمام عشان تمام الخطوط ما باشمهندس تبقاش كثيره تتلخبطوا فاحنا بنرسم بس النهارده الجبتن بورد والمحاضره اللي جايه بقى نبدا نخش بقى ايه الجبتن بورد والليد والبوت اللي بعدها نبدأ بقى نخش بقى في التلوين ازاي اعمل تلوين شكرا لحضوركم جميعا المحاضره الاولى اتمنى تكونوا حضرتكم واستفدتم من المحاضره الاولى تطبيق النموذج الثاني في انتظار ان شاء الله حضراتكم التطبيق النموذج على الفيسبوك الخاص بالمحاضره الاولى والثانيه ان شاء الله باذن الله هيبقى في متابعه برايفت لكل الناس اللي طبقت معانا ان شاء الله في خلال فتره الورشه هنحددها مع حضراتكم بعد انتهاء من التطبيق المحاضرة